السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي لتصوير المشاريع والسفر والتجول. اليوم صورت لكم عدة مشاريع وبغيت نتقاسم معكم مع التعاليق حول التفاصيل كل مشروع. وغادي نبداو بمشروع برج محمد السادس واللي كيتواجد بمدينة سلا على ضفة أبي رقرق بالقرب من قنطرة الفداء. الأشغال انطلقت في نهاية 2018 واللي غادي تسالي فيه الأشغال سنة 2022. تمويل شركة بن جلون وإنجاز شركة أخرى مغربية وبلجيكية وتصميم مهندسين مغربي وإسباني. الميزانية ديال هذا البرج هي 4 مليار درهم، أما المساحة الإجمالية فهي 102,000 متر مربع. هذا البرج غادي يتكون من 51 إطاج والطول ديال 250 متر، وغادي تكون من مكاتب وشقق سكنية في إطار برنامج الرباط مدينة الأنبار. المشروع الثاني هو المسبح الأولمبي اللي كيتواجد أمام مركب مولاي عبد الله بمدخل مدينة الرباط من جهة تمارة. الميزانية ديال هذا المشروع قدرت ب 12 مليار و100 مليون سنتيم، أما المساحة فهي 12,700 متر مربع. الشركة المكلفة بالإنجاز فهي شركة جيت كونتراكتورز المعروفة. الطاقة الاستيعابية هي 1500 متفرج، بالإضافة إلى توفرها على مرافق أخرى. غادي توفر المسبح الأولمبي اللي غادي يكون ثاني مسبح أولمبي من 50 متر في المغرب بعد مسبح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. الهدف ديال هذا المشروع هو احتضان المنافسات الدولية والعالمية، ويدخل هذا المشروع أيضا ضمن برنامج الرباط مدينة الأنوار الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس للنهوض بمدينة الرباط. المشروع الثالث اللي غادي يكون المحطة الطرقية الجديدة واللي كتواجد بمدخل مدينة الرباط من جهة تمارة على بضعة أمتار من مركب مولاي عبد الله. البداية ديال هذا المشروع كانت سنة 2018، أما المساحة الإجمالية فهي 8 هكتار. الطاقة الاستيعابية وهي 46 حافلة. هذا المشروع ديال المحطة غادي يتوفر على باركين ومطاعم ومرافق أخرى. الميزانية ديال هذا المشروع قدرت 160 مليون درهم، أما مدة الإنجاز فهي 3 سنوات. هذا المشروع اللي كيتم الإنجاز ديالو غادي يتوفر على التجهيزات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات. المشروع الرابع وهو المسرح الكبير واللي كيتواجد على واد أبي رقرق بمدينة الرباط. البداية ديال هذا المشروع كانت سنة 2014، أما المساحة فهي 7 هكتار.
الميزانية ديال هذا المشروع قدرت مليار و 677 مليون ديال الدرهم. أما الطاقة الاستيعابية فهي 7000 مقعد، وقع للعروض 1900 مقعد. النهاية ديال هذا المشروع كانت مقررة سنة 2018، لكن الأشغال لا تزال مستمرة. المشروع الخامس وهو أشغال مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بحي الرياض بالرباط. الميزانية لهذا المشروع قدرت بجوج المليار ديال الدرهم. أما المساحة فهي 20 هكتار. غادي يضم هذا المقر ديال المديرية العامة عدة مديريات ومصالح مركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية كتوصل إلى 1200 مقعد. كما غادي يتوفر هذا المقر على متحف للأمن الوطني كيستعرض فيه التاريخ ديال هذه المؤسسة، بالإضافة إلى مراكز الأرشيف والمستندات ومركز الأنشطة الرياضية ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبعا البطاقات الوطنية، وكذلك مركز لإيواء قوات الاحتياط ومركز للمعلوميات ومرآة يتسع لحوالي 1500 سيارة. مدة الإنجاز لهذا المشروع فهي 5 سنوات. المشروع السادس وهو محطة القطار الرباط المدينة، واللي كتواجد بشارع محمد الخامس بالرباط. الأشغال انطلقت يوم 7 مارس 2016. المهندس ديال هذا المشروع وهو المهندس المغربي عبد الواحد منتصر، ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج الرباط مدينة الأنوار الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. الشركة المكلفة بالإنجاز ديال هذا المشروع وهي الشركة المعروفة جيت كونتراكتورز. بناء محطة جوية جديدة بمطار رباط سالا. المساحة ديال هذا المشروع وهي 69 ألف متر مربع. أما الميزانية فهي 1,641,000,000 درهم. غادي يمكن هذا المشروع الذي ينسجم تمام الانسجام مع أهداف برنامج الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، وتعزيز الوجهة السياحية للعاصمة من رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر عوض 1.5 مليون حاليا. كما ستعود هذه المنشأة الجديدة بالنفع على مدينة القنيطرة المجاورة باعتبارها أرضية صناعية ومركزا مهما لفرص الشغل،
من خلال منطقتها الحرة التي تستقبل مجموعات صناعية مرموقة.